يوم كتنظم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ولاية مراكش سي واحد الحملة لتوزيع مجموعة ديال النظارات وكذلك مجموعة ديال الأجهزة ديال السمع البصرية على السائقين المهنيين المتواجدين في هذه الجهة ديال مراكش. حملة طبية توعوية تحسيسية قامت بها الوكالة في شهر يونيو الماضي على مستوى سوق الجملة بمدينة مراكش بشراكة مع الجمعية المغربية للأطباء المعتمدين للمصادقة العلاجية الصحية لرخص السياق. هذه الحملة اللي همت وركزت على مجموعة ديال الأمراض ديك بعض السائقين هما في حاجة كذلك للأجهزة للسمع البصرية واللي حنا اليوم بصدد التوزيع ديالو واللي غتستافد من واحد 74 مستفيد بالنسبة للنظارات و10 ديال المستفيدين بالنسبة لأجهزة السمع البصرية. أنا واحد من الناس اللي استافدوا وهذه الجمعية الله يجزيها بخير دارت معنا المزيان جابت لنا النظر جابت لنا السماعات وربما وعسر غادي يديروا العملية حتى للناس المراد وهذه بادرة طيبة بالنسبة للحريفية للمهنيين وتنطلبوا الله تعالى الله يوفقهم لما فيه خير للعباد والبلاد وتنتمنوا وتنترجوا من الله تعالى باش تكون بوادر أخرى إن شاء الله في إطار حوايج أخرين بالنسبه لهذه الحريفيه هذه. كان داكشي فيه راديوات كان فيه يعني فيزيت اللي هي فيزيت يعني غير هكاك عاديه وكاين فيزيت اللي هي بالراديوات. بالنسبه للعينين راه كانوا جابوا دي زاباري يعني ربما دي زاباري اللي هما مودرن وراه واكبوا الناس. بالنسبه للقلب حتى هي كذلك والمثال هذا هو اللي يعني هذا هي المعطيات اللي كانت عندنا هذيك اللحظه. خليك مسكين.